هذا الشيخ عايد سمعته بالفخر تندار نساني سذكر بالفخر فحت عطوره رفيع النبى طلق المحيا حكيم شوار شجاع وقدوة كل طيب فراض شوره من شيوخ شامل ما هي بشيخة الدينار أنا غني مفازعاته مع الناس مشهورة هذا الشيخ عايد سمعته بالفخر تندار هذا الشيخ عايد سمعته بالفخر تندار يا بيت القصيد اللي على بابك الشعر الله يجيب الخير ويماشي الاقدار يسوق المزن وتصبح القاع منطرة على ديرتك هنا سرى الوابل المطر سرى بارقة في ليل ما غض ديجورة ديارا لها عند المناعير قد مكبر أهلها بطيب الفعل وصيت مذكورة هلا مرحبا وعداد من فالحرم زوار تراحي بمدبولة الجايد ووجدي على العز واهل الكار عسى فراحهم بالخير والسعد مغمورة عيال الكريم مكرم الضيف والخطر طعي مرحبا واهلينا والنفس مسرورة شيخ جينه وسيفة على المعتدي بالترزعي ما الوفا والجود من سايق عصورة قامه رفيع ورايته تعتني الاكمار ترف رف من الطرخة على كل الأحراف سليل الشيخ اللي بفعله ظهر دوره جدانا على الأمجاد في كل حد ودار تفك السجين اللي شكى ضيقة أموره هذا اللي مواقف تخلى كبار صغر يجمل بوقفته ويحسب له حضوره وعياله على منهاج ملا المعالي سار من الشيوخ شمل فالمواقف مخبوره هذا الشيخ سمعت بالفخر تندر نساني سذكره بالفخر فاحت عطوره هذا الشيخ عايد سمعت بالفخر تندر هذا الشيخ عايد سمعت بالفخر تندر نساني سذكره بالفخر فاحت عطوره هذا الشيخ عايد سمعت بالفخر تندر هذا الشيخ عايد سمعت صمايا المذى سنجاءها الراية في ساعة الحرب منصورة فعلوا مواقف عنها بالبنان شملتهم على الناموس والعز دستورة ليا من زهمته ما يقدم لك الأعداء تحزم براس يجعل أعداءه مكسورة على قمة الأمجاد كل دمع فورة سلوا ما لهم لور فهم شعت بها سلب على قطر تسولف بها العرضان في كل معمورة على الفزعة اللي فعلها يرفع المقدر على الصبرة اللي تفقد الرجل منطورة على الخوة اللي يأمن بها الخوي والجرح على الجيرة اللي ما لها فز مجورة على العز يا روس تطبخ شنار ونار قبيلة كبارية ولا مثل وقفة ابن غنيمة من عصر خنورة مثل وقفة ابن غنيمة من عصر خنورة عهدهم مع عزي عهد وفي مضى وفزعتهم ما هي
تمشي على قدام يسوق المزون وتصبح القاع منطرة على ديرتك هنا سرى الوابل المطر سرى بارقة في لين ما غض ديجورة ديارا لها عند المناعير قد مكبر أهلها بطيب الفعل وصيت مذكورة هلا مرحبا وعداد من فالحرم زوار تراحيب مدبولة العز واهل الكار عسى فراحهم بالخير والسعد مغمورة عيال الكريم مكرم الضيف والخطة طعي مرحبا واهلينا والنفس مسرورة شيخ جاينه وسيفة على المعتدي بالترزع مال وفا والجود من سايق عصورة قامه رفيع ورايته تعتلي الاكمار ترفرف من الضرخة على كل معمورة الأحراف سليلة الشيخ اللي بفعل ظهر دورة جدانا على الأمجاد في كل حد ودار تفكى السجين اللي شكى ضيقة أمورة هذا اللي مواقف تخلى كبار صغر يجمل بوقفة ويحسب له حضورة وعياله على منهاج ملا المعالي ساب من الشيوخ شمل فالمواقف مخبورة هذا الشيخ سمعة بالفخر تندر نساني سذكره بالفخر فاحة عطورة هذا الشيخ عايد سمعة بالفخر تندر هذا الشيخ عايد سمعة بالفخر تندر نساني سذكره بالفخر فاحة عطورة هذا الشيخ عايد سمعة بالفخر تندر هذا الشيخ عايد سمعة الصمايا المذى سنجاءها الراية في ساعة الحرب منصورة فعلوا مواقف عنها بالبنان شملتهم على الناموس والعز دستورة ليا من زهمته ما يقدم لك الأعداء تحسن براس يجعل أعداءه مكسورة على قمة الأمجاد كل دمع فوق سلومه لهم لور فهم شعت بها سلب على قطاف تسولف بها العرضان في كل معمورة على الفزعة اللي فعلها يرفع المقدر على الصمرة اللي تفقد الرجل منطورة على الخوة اللي يأمن بها الخوي والجرح على الجيرة اللي ما لها فز مجورة على العز يا رسل تطبخ شنارنا قبيلة كبارية ولا مثل وقفة ابن غنيمة من عصر خنورة مثل وقفة ابن غنيمة من عصر خنورة عهدهم مع عزي عهد وفي مضى وفزعتهم ما هي على الناس محصورة قبايا الجهينة جمعهم يكسر الأشرار يوم النار ردي تكسر عن الهاك وهشبورة تواريخهم فوق القمم ما عليه أخبار يا راك على العدل على تواريخهم فوق القمم ما عليه أخبار بيانك هل الهدلة على العز منشورة بيانك هل الهدلة على العز